انتبه انتبه اش قال مع نادية فوتي. في انتبه اش قال اليوم الحديث عن خسائر الاقتصاد بالنسبة للاحتلال، والحديث على جسمه خسائر الاقتصاد ما توقفش منذ العدوان على غزة في 7 أكتوبر. نقص في اليد العاملة، التجنيد، مغادرة عشرات الالاف منازلهم في جنوب الأراضي المحتلة ولا حتى في مناطق حدودية مع لبنان، هذية بالإضافة لتوقف عدد كبير من المصانع عن العمل. فما برشا قطاعات تأثرت، خلي نكتشفوا أهم القطاعات اللي تأثرت بالخسائر في علاقة بالعدوان على غزة. قطاع البناء توقف بشكل كبير، حيث أكد خبراء اقتصاد إسرائيليون أن عدداً من العمال الفلسطينيين فيه ألغيت تصاريحهم بسبب الحرب. أما بالنسبة لقطاع الفنادق والمطاعم فقد انخفض بنسبة 10% بعد هجوم حماس، فيما ارتفعت النسبة 20% بعد بدء العملية الإسرائيلية البرية داخل قطاع غزة. وبالنسبة للقطاع التكنولوجي الذي يمثل 18% من الناتج المحلي، فقد تم إلغاء أو تأجيل طلبيات ومشاريع مهمة منذ بداية الحرب، حسب استطلاع شمل 500 شركة من العاملين في هذا القطاع. وعلى إثر هذه الانخفاضات في عدد من القطاعات الاقتصادية، وجه 300 خبير اقتصادي إسرائيلي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، اتهموه فيها بعدم فهم حجم الأزمة الاقتصادية التي قد تواجهها إسرائيل نتيجة هذه الحرب. اليوم عدد كبير من الاقتصاديين في وزارة المالية بالاحتلال يتوقعوا أنه باش تكون الصعوبات هذه باش تتواصل حتى 2024، وباش تكون وتؤدي إلى انخفاض النمو، زيادة الديون، ارتفاع نسبة الدين، وكيف كيف زاد اليوم أرقام اللي تكون مهمة في تقييم مخاطر الائتمان في الاحتلال. فما زاد بعض التقديرات اللي كانت قدمتهم وزارة عمل الاحتلال. تقديرات وزارة العمل الإسرائيلية أكدت أن 764,000 باتوا خارج وظائفهم، بينهم نحو 350,000 استدعوا للاحتياط وآخرون توقفت أعمالهم نتيجة الحرب، بينما منعت إسرائيل نحو 200,000 فلسطيني ممن لديهم تصاريح عمل من دخول إسرائيل منذ بداية الحرب في غزة. تراجع سعر صرف الشيكل أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012، واضطرار الحكومة لدفع نحو مليار دولار كتعويضات للشركات المتضررة من الحرب، ناهيك عن تكاليف الجيش الهائلة. قيمة خسائر شهريا باش نكتشفوها زادة مع خبير عسكري سيد غنيم. واليوم زادة فما توقعات بأنه الاحتلال ماهوش باش يصمد أمام الصعوبات الاقتصادية، وفما أنه إمكانية في أنه الحرب على غزة ما تنجمش تستمر، خاصة أنه الخسائر ولات عنصر ضغط بشكل كبير على قرار الاحتلال. في 2 مليار دولار بيتم فقدهم شهريا بسبب العمل المتوقف، بسبب الاستدعاء والحرب، فضلا عن فقد 6% من النمو الاقتصادي او الدخل القومي عفوا الاسرائيلي يتناقص طبقا لبنك اسرائيل نفسه اللي ذكر ذلك. ده يجعل اسرائيل ايضا لا تستطيع ان تستمر اكثر من 4 أشهر. لما نلتقي بالأمرين، طب إذن ماذا سيكون الموقف؟ هل إصرار نتنياهو سيجعله يستمر مهما كانت الخسائر، أم سيتم إسقاطه بأي شكل من الأشكال؟ أوقف الحرب في الحالتين أنا أراهم في صالح الجانب الفلسطيني. بعض الخبراء ومن بينهم الخبير في شؤون الاحتلال مهند مصطفى يقول إنه الاحتلال تحب له سنوات باش يتعافى من الأزمة الاقتصادية الحالية. يعني أولا الآن في نكب تقديرات إسرائيلية واضحة مباشرة من خبراء إسرائيليين كبار ولهم تجربة أن إسرائيل الآن ستدخل أزمة اقتصادية كبيرة جدا تحتاج إلى سنوات للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية. الآن هناك أيضا أزمة حالية أنية موجودة في إسرائيل، وهذه الأزمة بدأت تضغط على الشارع الإسرائيلي. يعني يجب أن نعلم أنه عندما تم استدعاء الاحتياط منهم 360 ألف جندي احتياط، هؤلاء تركوا أعمالهم وذهبوا إلى الحرب. الدولة عليها أن تمولهم أولا، ومن ثم عليها أن تمول أماكن العمل التي تركوها. هذا عبء اقتصادي كبير جدا على الدولة، بالإضافة أن قطاع السياحة انهار، الكثير من المرافق الاقتصادية في تراجع وفي حالة انهيار. هنالك في حوالي 120 ألف إسرائيلي تم إخلاءهم من بيوتهم وتم تسكينهم على حساب الدولة. هنالك في حالة طوارئ
في داخل الدولة. كل هذا يشكل عبء اقتصادي كبير على المجتمع الإسرائيلي وأيضا على ميزانية الدولة. ولذلك هذا العبء وهذا الضغط الاقتصادي لن يستطيع المجتمع الإسرائيلي أن يتحمله طويلا لأشهر طويلة. هو يستطيع أن يتحمله لفترة معينة، ولكن بعد ذلك سيبدأ هنالك الضغط الاقتصادي أولا على الإسرائيليين أنفسهم وعلى الحكومة ثانيا. حسب إعلام الاحتلال وعدد كبير من الصحف الموجودة غادي، فإنه معظم يمكن الشركات في الاحتلال ما زالت ما تحصلتش على أي تعويض عن الأضرار الجسيمة اللي يعتبروها لحقت بأعمالهم في الشهرين الأولانيين من الحرب. وفما برنامج كانت وافقت عليه الحكومة، حكومة الاحتلال والكنيست، لتعويض الشركات، واللي من المفروض راهو التعويض ذي ينتهي نهار الخميس 30 نوفمبر، ولم يتقرر لحد الآن هل إنه باش يستمر البرنامج ذي لشهر ديسمبر ولا. وبالنسبه زاده حتى لوزاره الماليه، فانه اليوم اعداد كبير اللي تعتبر انه باش تقوم بفسخ وانهاء عقدها مع جمعيه الاحتلال، لانه تقوم يمكن فما بعض المواطنين اللي موجودين في الاحتلال اللي تكفلت بهم باش يكونوا موجودين حتى في شقق اقامه موجوده على حسابهم، وهذا اللي خليهم في وضعيه اليوم صعبه برشا. الاشكال انه يبدو انه الجميع في الكيان الصهيوني فاهم المشاكل الاقتصادية هذية، إلا نتنياهو فقط هو الوحيد اللي مصر للمضي قدما. آخر كلمات قالها له وزير الخارجية قبل أن يغادر اليوم، غادر في ساعة مبكرة اليوم الكيان الصهيوني، وزير الخارجية الأمريكي قال لنتنياهو لا يمكن للحرب أن تستمر لمدة أشهر، قالوا فقط أسابيع، فقط تفيدك أسابيع فقط، اقتصاديا سياسيا إنسانيا قالوا لا. وبالفعل ما تستؤنف القصف اليوم الصباح وانتهت الهدنة البارح، ما توصلوش لاتفاق لهدنة إضافية ولا تمديد للهدنة، دونك هذاك علاش رجع المعارك، رجعت دقائق بعد انتهاء الهدنة. راهو بالحق نحكيوا على دقائق، خاطر اللي كان عدو ما لقاوش حل الوسط وما لقاوش اتفاق لتمديد الهدنة، فانو عادت الحرب من جديد. إن شاء الله ربي يحمي أخواتنا في فلسطين. بون طوميو للقضية الفلسطينية، كان كيان الصهيوني فيه خسائر توأنية وخسائر قادمة أيضا من بعد. والملاحظين كل قالوا لا يمكن أنه يستمر في الحرب هذه لمدة طويلة، معناتها أسابيع فقط، من بشهر معناتها اللي تعدى هذه، ما نحشيش نحكيه على أشهر أو أسابيع فقط، لا اقتصاديا لا إنسانيا لا سياسيا ما نجمش يواصل الحرب هذه. والمفيد في هذه نادي تعرف شنو، انه الاهداف اللي تحققت في هذه الحرب بالنسبه لهم هما رواه في ايام الهدنه لم تحققها 50 يوم من القصف. معناتها الاهداف شنو هو؟ منعوا الاسرى بدرجه اولى، معناتها اللي منعوا اسرى واللي تم الافراج عنه من اسرى في هذه الهدنه 50 يوم من القصف ما كانش عنده نتائج هذه. دونك اما خير معناتها انه نواصلوا في هدنه ويتم اطلاق سراح اسرى وإخلاء وإنهاء الحرب، أو مواصلة في الحرب مزيد أرواح مزيد أموال. صورة في الخارج هي كما زال فما صورة، مازال ما عادش عندهم وجه الساعة ديجا أصلا معناتها في الخارج. في المقابل خسائر متتالية بالنسبة للعدو الصهيوني. تدير من الخسائر بالنسبة للفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني، ذول يلزمنا نخصوا له أنت باش قال وحده باش نحكيه على الخسائر والوضعية الاقتصادية الصعبة اللي يعيشوها الفلسطينيين، وحتى زاد الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية اللي طردوا اللي خسروا خدمهم اللي منعوهم من الدخول حتى المقرات العمل نتاعهم. موضوع كبير يلزموا نتفرغوا له باش نحكيه على الوضع الاقتصادي اليوم في فلسطين. واضح، يعطيك الصحة نادية، بارك الله فيك.